جعلنا جميعا الحكمة يمانية والعلم يماني والإيمان يماني. يعني وصلنا خبر وفاة فضيلة الشيخ العلامة مفتي اليمن العمراني، ومفتي اليمن هو الذي لقب الألباني بأمير المؤمنين في الحديث. شوف الصغار ماذا يفعلون، إلى الله المشتكى، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها، ونسأل الله جل في علاه أن يسكن فضيلة الشيخ العلامة المفتي مفتي اليمن في فسيح الجنات، ويعلي به الدرجات، وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعله في أعلى وأرقى المنازل عنده. اللهم أمين يا رب العالمين. اليمن، اليمن ولادة، اليمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة يمنية والعلم يماني، وقال أرق الناس أفئدة أو قال قلوبا. فأهل اليمن أهل خير وأهل بر، وإن كان فيهم بعض الحدة لكنهم أهل خير وبر. وكان كثير من إخواننا يطلبون معنا العلم في دبي وفي غير من اليمنيين، ما رأينا منهم إلا كل خير وكل حرص. وأيضا في الجامعة وأنا أدرس في هذا العام والعام الماضي كان إخواننا من اليمن، وإن كان فيهم كما قلت بعض الشدة والحدة لكنهم من أصل طلبة العلم ومن أرق الناس قلوبا ومن أتبع الناس للدليل. نسأل الله جل في علاه أن يسكنهم فسيح الجنات. والأمة مكلومة، يموت العالم تلو العالم، ثم بعد ذلك لا نجد خلفا، وهذا كما قلت قبل ذلك ينبئ بشر، هذا ينبئ بشر. نسأل الله العفو والعافية.